يا حسام يا ابني انت صاحبني ليه كده؟ في ايه؟ انت لو تسيب الطفطف ده بس امهر باشا وتركز معايا. هو ده العنوان الامهر باشا، هو ده عنوان الوادي اللي اسمه تحسين، ده طلع جار اللي هو مشهور. يا ولاد اللعيبه، مش ممكن مش ممكن ابدا، كنت اتوقع ان ده المكان اللي مستخبين فيه. جت اللحظه المواتيه يا حسام، جت اللحظه اللي كلنا مستنيينها يا حسام، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم. اسود على كل مظلوم وابيض على كل. طب يلا يا امهر باشا، الظالم هيهرب. يلا اتفضل. اقتحام يا حسام. اها ايه ده؟ جرى يا حسام؟ ده بيت صينيين. صينيين ايه بس يا امهر باشا؟ دي شغاله. شغاله ايه؟ هي لسه اشتغلت؟ ما احنا شغالين يا حسام. ايه ده بقى يا امهر باشا والنبي؟ خلينا نشوف الخيط مودينا لفين حضرتك. ايه اللي هيودينا فين يا حسام بايه ده؟ ثانية واحدة بس، قولي لنا تحسين ده موجود؟ حسام تيمن. اتفضل اهي، قال لنا اطلعوا بره، ده بيت ناس اشراف، ايه اللي جابكم هنا؟ كل ده في الكلمة دي يا امهر باشا؟ مين يا كرسيه؟ اها احنا روم سيرفيس مباحث. لا يا حسام بيه، مش عايزين دم يا باشا. من غير دم هلحق اعترف على كل حاجة اصلا. بص يا باشا، سيادتك حضرتك، انا مفهم الناس كلها ان بيض السمك لما يفقس هرجع لهم فلوسهم، بس في الحقيقة انا اتنصب عليا. الراجل اللي عامل مصنع سمكية واداهاني اداني السمك كله الكرة ما فيهوش نت. ما فيهمش نت؟ ما فيهمش نت. وبعدين يا حسام، الدكتورة هتعمل ايه ببعض؟ دكتورة ايه ونت ايه يا امهر باشا؟ ايه بيض السمك اللي بيقوله يا باشا؟ ما تقلقش يا باشا، انا ان شاء الله هرجع الناس كلها فلوسها سمك، وهروح السعودية تاني اخد مراتي ابيع سبح وبسواق. حلو السواق ده. احنا في اتوبيس هيئة يا امهر باشا، هتشتري مسواك؟ ده نوع مفتخر جدا. يا امهر باشا اتفضل اقبض عليه. يا امهر باشا لابس سدير الجريمه. لابس سدير الجريمه؟ اها لابس سدير الجريمه كمان يا وغد، لكن وغد الحر دين عليه. حلوه يا باشا، حلوه. اعتبر ده وغد. يلي 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 يلي. لا لا لا، مستوى القلش وطي قوي يا حسام. فين القليشه بتوع زمان؟ والله يا امهر باشا حضرتك بتقول حاجات اسوأ من كده. بس بتضحك. بالاجبار؟ ما تفضل تقبض عليه يا امهر باشا. والله العظيم يا باشا، احنا طول عمرنا عايشين في السعوديه، رحنا جده، رحنا الدمام، رحنا عرعر. انت هتعرعر لي؟ كمل. لا تحسين، انت كمان نسيت القصيم. بالقصيم ازاي؟ لا القصيم يا باشا دي بلد هناك، احلى ايام يا بيبي. بس والله العظيم ثلاثة ما رحنا الغردقه. انا شايف في غردقه فكريه، في كذب. لا لا لا، كذب ايه حضرتك؟ ادي الباسبورتات اهي عشان تتاكدوا. والله في سوء تفاهم. الله الله عليك يا حلوه يا غندوره، ده انتوا عملتوا عمليات نصب في منتهى الذكاء والدهاء. هيخيل عليك وتعملوا باسبورتات في منتهى الذكاء والدهاء برضو؟ الباسبورتات دي سليمه يا امهر. لا لا، الباسبورتات دي مزيفه. لا يا فندم، انا بقول لحضرتك الباسبورتات سليمه. لا مش سليمه يا حسام بيه، انا فاهم اكتر منك يا فندم. حضرتك ما بتفهمش حاجه في حياتك، وانا اللي بمشي الشغل وبقول لك الباسبورتات سليمه يا امهر. انت بتقول يا حسام بيه ده؟ انت عارف انك شيطان. امهر باشا دخل ما بينكم. انت كلمه في سواقك. مش قصدي حاجه والله، يعني يا فندم انا بس قصدي حضرتك يعني ان الحركه دي ما يعملهاش الا علي صار. معلش يا فندم، الباسبورتات سليمه بتاعت الناس، والناس كلامهم مظبوط. الناس دي راجعين من قريب من السعوديه، واضح ان احنا عندنا حاجه غلط. لا 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 لا، لا غلط ولا غلط، هي دي العصابه اللي كنت بدور عليها من زمان، وهو ده السديري اللي كنت بحبه من زمان. يا امهر باشا، ما ممكن يكون السديري ده حد لبسه ونفذ بيه العمليه ورجعه تاني. قول لي يا تحسين، انت متعود تسلف السديري ده لحد؟ جراي احسن بايه؟ لو عاجبك السديري اجيب لك زيه والله من سوق جمعه وسوق غزه. هو ايه اللي تجيب لي زيه؟ انت مصر؟ انا جاي استلف السديري يا حسام. انت مصر تعصبني برضه يا امهر باشا؟ يا جماعه اتحسبتوا يا جماعه بقى. لا خليك انت في سواقك يا امهر باشا. بقول لحضرتك ممكن يكون النصاب خد السديري نفذ بيه عمليه ورجعه، استعاره. انا شايف استعاره متنيه، في هرتله ذهنيه. افتح الباب، افتح الباب، انا قرفان منك وقرفان من العمليه. قلت لي السمك ده كان بوري ولا سنجاري؟ بوري محشي. حلو قوي، ده بيبقى طعمه حلو جدا. كرسي الشاي بلبن بتاع حسام. خلصني حسام، افتح الباب وخلصني يا حسام. المجرم المجرم يا قمر باشا اللي بندور عليه، ماسك الباب من بره. امسكه كويس، انا ما اقصدش المجرم، اقصد الباب. استنى عندك، استنى عندك يا وقت، استنى عندك. وقعت في ايدي يا نصاب يا رمة. بقى تيجي برجلك لحد المديرية تتريق علينا وتأكلنا الحلاوة وتمشي؟ ايه دماغ الشيطان دي؟ ايه دماغ الشيطانية دي؟ انت اكيد العقل اللي بيخطط لكل المصايب اللي بتعملوها دي. وربنا ما خططت لحاجة يا باشا، اقسم بالله ما عملت حاجة. عزمي عزمي واشكان وفايق وفيفي وعطا هم اللي عملوا كل حاجة. ولفين مراتي يا باشا؟ لفين؟ انا قلت لها نفين
يعني فين بلاش يعني فين نصب يعني فين ولا ما تدخلنيش في متاهات وتخرجني في حارات يلا انت فاكرني اصدق الهبد بتاعك ده تاني والله العظيم وحياه ربنا يا سياده اللواء هي دي الحقيقه ابوس ايدك صدقني لواء مين انا مش لواء يلا انا نقيب والله العظيم يا ساتر رقيب هي دي الحقيقه رقيب ايه يلا انا نقيب اللي هو بثلاث نجوم ده ثلاث نجوم امال النجمتين ونسر ده ايه نجمتين ونسر ده بيبقى عقيد وثلاث دبابير ودبوره ثلاث دبابير ونسر قصدك دول بيبقوا ولا هتدخلني في متاهات يلا بتدخل الشياطين دي ما تضربش بالنار خرطوم يلا بتسد خرطوم يلا اموتك خلاص اتكلم يلا حاضر يا ماشي والله العظيم هقول لك على حاجه بص هنا الاعترافات بتاعتهم كلها كل اعترافات العصابه هنا ها عشان اثبت لك حسن نيتي هاخدك معايا دلوقتي اوديك الفندق اللي بيعملوا فيه عمليه النصب الكبيره قوي يا باشا عمليه نصب اه فين الفندق ده حاضر هاخدك بس صلح اللي في قلبك كده واهدى وهاخدك وهعمل لك انت عايزه والله حسام المجرم اللي احنا بنجري وراه فلت مني فضل يجري وفي الاخر نط في الكباص المجرم اهو يا عمر باشا اهو قدامك اهو مين استاذ عباد يا محاسن الصدف يا اهلا وسهلا يا الفالا مجرم ايه يا راجل ده موظف محترم في البنك انا عارفه هو مين ده اللي موظف محترم يا عمر باشا ده خلاص قرق العصابه كلها قرق العصابه يعني ايه حسدهم يعني ولا ايه حسد مين يا عمر باشا بلغ عنهم خلاص والاعترافات في الشنطه دي يا راجل اعترافات ايه انت لسه ماشي ورا الهناوس السمعيه والبصريه بتاعتك دي ده راجل موظف محترم في البنك والشنطه دي في فيها اوراق طبعا اوراق البنك اكيد اوراق بنك نوت اوراق الفايده الا الفايده عندكم النهارده على كام يا مصر 11.5% مركبه لا احنا نجيلكم بقى نجيلكم نقعد قاعده كبيره ميرسي يا استاذ عماد فكك منه ده عنده هلاوه سمعيه وبصريه شكل فن شكل السلام عليكم انت بتعمل ايه يا قمر باشا مع السلامه خلاص باشا مع السلامه يا استاذ عماد استنى يلا حسام انا عارف حماس الشباب وقد ايه ان هم نفسهم يعملوا حماس مين بس يا قمر باشا دي تتاخد بتراوي What's up?